من عملية انتشار الفيروس، عشان كل الإجراءات اللي أنا هعلنها أيضا ما بعد أسبوع العيد نبدأ إزاي كدولة في التحرك نحو التعايش والتعامل مع تواجد هذا الفيروس، وإزاي كدولة رؤيتنا وكحكومة هنتحرك إزاي. فيمكن كان عشان كده إحنا كنا حريصين في خلال مناقشة ماذا سيتم في أسبوع العيد إن إحنا ننتهز الفرصة، ان بصفة عامة الحقيقة اجازة عيد الفطر حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين، طبعا يوم الوقفة المتوقع هو يوم السبت القادم مع اجازة العيد، يعني طبقا حتى الان الحسابات الفلكية هتبقى من الحد الى الثلاثاء، وبيبقى بيتبقى بقية ايام الاسبوع فقط الاربع والخميس. فعشان كده يمكن كان وجهة النظر ان احنا نتيح، طبعا لان الفترة دي فترة على بعضها، ان احنا كدولة نأخذ اجراء يخص الاسبوع على بعضه علشان نعمل بقدر الامكان اقصى درجات الحد من التخالط والانتشار نتيجة لتواجد احجام كبيرة من المواطنين في الشوارع والميادين والمناطق العامة. فعشان كده يمكن كان النهاردة توجه اللجنة، وده اللي يعني تم التوافق عليه، ان شاء الله هتبقى يعني الفترة اللي هنعلن فيها كل الاجراءات دي هتبقى اللي هي من اعتبارا من يوم الاحد القادم حتى يوم اللي هو اول ايام العيد، حتى يوم الجمعة اللي تليها اللي هي يوم 29/5. في خلال هذه المدة، وهي طبعا حوالي 6 ايام كاملة، سيتم غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق اللي بتقدم الخدمات الترفيهية، وأيضا كافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، علشان نقدر بكل صورة ان احنا نحد من عملية انتشار الفيروس. وهيبقى يمكن الإجراءات دي كلها بتتم ومصاحب معاها ان يعني الساعة اللي بيتم فيها يعني فرض حظر حركة المواطنين هتبقى الساعة 5 مساء. الكلام ده في نفس هذه المدة اعتبارا من يوم الأحد حتى يوم الجمعة سيتم إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي في الأيام دي كلها، برضو عشان نساعد من الحد من حركة المواطنين، وكذلك الحد من أو إيقاف أي حركة لأتوبيسات الرحلات والأتوبيسات الجماعية للتنقل ما بين المحافظات. ده كله هدفه زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا بقدر الإمكان نخفف ونحد من الانتشار او فرص انتشار الفيروس نتيجة للاعداد الكبيرة اللي بتبقى من المواطنين اللي بينزلوا بمحاولات طبعا بيبقى انا عارف الاحتفال بهذه المناسبة الكبيرة، وعارف ان هذا الموضوع بيبقى صعب علينا كمصريين ويعني ضد طبيعتنا البشرية، ولكن ده طبعا شيء مهم جدا ان احنا ننظر له، لان زي ما قلت لحضراتكم احنا بننظر ما بعد الاسبوع ده، لان عينينا كلها على ما الفترة ما بعد اجازة العيد، ودي اللي يمكن تم مناقشتها الحقيقة باستفاضة كبيرة جدا مع السادة اعضاء اللجنة، واللي احنا تم التوافق عليه ان شاء الله طبعا اعتبارا من يوم السبت اللي هو بيوافق 30/5 هنبدأ طبعا مرة اخرى في فتح كافة المحلات والمولات والخدمات المختلفة على مدار ايام الاسبوع، وعودة الحياة زي ما احنا كنا توافقنا او تم تطبيقه في رمضان، ولكن هيبقى لمدة اسبوعين، هيبقى الكلام ده لغاية الساعة 8 مساء اللي هي الخاصة بساعة هتبقى يعني استمرار فرض الحظر لحركة المواطنين لمدة الاسبوعين اللي بعد العيد حتى الساعة 8 اعتبارا من الساعة 8 مساء حتى 6 من صباح اليوم التالي. وده يمكن علشان النقطة اللي أنا كنت بقولها إن إحنا نبدأ بقى في إجراءاتنا في كيفية عودة الحياة لمختلف القطاعات. ويمكن هنا أنا عايز إن أنا أعلن عن شيء مهم جدا، إن إحنا ناقشنا في اللجنة إن اعتبارا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة، سواء الأنشطة الرياضية في النوادي والأماكن مراكز الشباب، ولكن بإجراءات احترازية، وبعض الأنشطة المختلفة اعتبارا من المنتصف شهر يونيو زي ما قلت لحضراتكم. أيضا سيتم النظر في عودة فتح المطاعم بإجراءات برضو احترازية تدريجية جدا، وحنبدأ نراجعها
اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو بإذن الله، وهنبدأ يعني نعلن تباعا عن كل الإجراءات الخاصة بهذه الأماكن المفتوحة وكيفية أداء الخدمات فيها. ويمكن ده احنا كنا خدنا قرار فيما يخص السياحة الداخلية وبدأنا إجراءات تطبيقه بهذا الشكل. أيضا تم النظر ان احنا ان شاء الله اعتبارا برضو من النصف الثاني من شهر يونيو هيبدأ دراسة كيفية العودة التدريجية أيضا لبعض إقامة بعض الشعائر الدينية في بعض في دور العبادة، ودي هناخد وقتنا برضو لأن طبعا دائما بيبقى هناك تجمعات كبيرة جدا في المناسبات الصلوات، وبالتالي هيبقى هنناقش اعتبارا من النصف الثاني أيضا من شهر يونيو إيه هي الآليات وما هو التاريخ المحدد بالضبط عشان نعيد مرة أخرى عودة الإقامة بعض الشعائر وبإجراءات الاحترازية اللي هتتعمل في دور العبادة بصفة عامة. النقطتين المهمين جدا أيضا إن احنا ناقشنا النهاردة الموعد الخاص بأداء امتحان الثانوية العامة وأيضا الدبلومات الفنية وأيضا امتحانات السنوات النهائية في الجامعات المصرية والمعاهد العليا. ويمكن تم التوافق ان هيبقى الميعاد موعد اجتماع موعد امتحان الثانوية العامة هو 21 يونيو ان شاء الله، ويمكن معالي الوزير هترك له الكلمة ان هو يعرض بالتفصيل اللي هيتعمل كاجراءات احترازية واجراءات مهمة تتعمل جوه كل لجان امتحانات الثانوية العامة. ونفس الحال بالنسبة للسيد وزير التعليم العالي هيعرض برضو سريعا ايه الموقف اللي هيتعمل في اداء امتحانات السنوات النهائية من الجامعات والمعاهد المصرية. بالنسبة يمكن برضو طبيعة صلاة العيد بالنسبة للمصريين بتبقى ليها طبعا يعني اهمية مهمة كبيرة، فيمكن النهاردة والسيد وزير الاوقاف توافقنا ان هيتم يعني اذاعة صلاة العيد من احد المساجد في الدولة ان شاء الله، ولكن طبعا هي هتبقى صلاة قائمة فقط على القائمين على العمل في المسجد وهيبقى قاصرة فقط عليه، ولكن هيبقى الشعائر نفسها تقام بحيث يقدر المواطنين كلهم يشوفوها سواء على الوسائل الاعلام المرئي او المسموع، وبالتالي يبقى فيه هناك شعور بطبعا الشعائر المصاحبة لهذه الصلاة الهامة. يمكن النقطة المهمة اللي أنا حابب أن أنا أختم بيها الكلمة في خلال المرحلة القادمة أن تم التوافق أنه يمكن ده كل توجهات دول العالم أن ما بعد الأجازة بتاعتنا وعودة الحياة اعتبارا من يوم 30/5 هيبقى هناك إجراءات لازم المواطن المصري ولازم كلنا نتعايش بيها. أهم يمكن إجراء هيبقى هو موضوع ارتداء الكمامة الخاصة بينا كلنا كمواطنين لما نبقى متواجدين في أماكن عامة أو أماكن فيها تكدسات أو تواجد لأعداد كبيرة من المواطنين، هيبقى لازم وده هيبقى إجبار وهيبقى إجراء وقرارات، وهيبقى هناك يعني القرار هيعلن بالعقوبات اللي هتحصل مقابل عدم الالتزام ليه، في ان هو لازم اي مواطن النهاردة عشان يدخل اي منشأة سواء كان منشأة حكومية سواء مثلا احد افرع البنوك سواء اي مكان فيه مغلق او بينطوي على تواجد عدد من المواطنين هيبقى شرط لدخوله هو ارتداء الكمامة. الاهم ايضا سيتم تطبيق هذا الكلام ايضا على وسائل النقل الجماعي فيما يخص مترو الانفاق القطارات اتوبيسات النقل العام وايضا حتى وسائل النقل الجماعي الخاصة، هيبقى ده جزء من حياتنا ان احنا لازم كلنا كمواطنين نبقى مرتدين الكمامة. النقطة المهمة طبعا اللي يعني ممكن مواطنين يثيروها، طب احنا قدرتنا وتواجد الكمامات قد ايه، ودي يمكن كانت نقطة مهمة جدا على مدار الاسبوعين اللي فاتوا كنا شغالين عليها، وده يمكن العالم برضو توجه نحو هذا الموضوع وهو الانتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لأن دي بيبقى لها صفة الديمومة أو الاستدامة، دي مش بتترمي بعد يوم واحد ولكن دي إحنا كمواطنين نقدر بنرتديها على مدار اليوم وفي آخر اليوم نقدر نغسلها
وتكوي ونرجع نرتديها في اليوم التالي. وبالتالي يمكن كان في الحقيقة اللجنة اللي كانت مشكلة من المجموعة الطبية، سواء طبعا معالي وزير التعليم العالي، وزيرة الصحة، السيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والطبية. الحقيقة المجموعة كلها يعني راجعت هذا الموضوع معانا، وتم التنسيق مع السيدة وزيرة الصناعة على تشجيع كل المصانع المصرية على إنتاج هذه الكمامات اللي هتبقى مصنعة من الأقمشة بمواصفات محددة، بحيث تبقى متاحة لكل المواطنين في خلال المرحلة القادمة. لأن زي ما قلت لحضراتكم، لن يتم السماح بعد كده للمواطن إن هو يبقى متواجد أو يدخل أو يعني يستخدم أي وسيلة زي وسائل النقل الجماعي بالذات، اللي هي بتنطوي على تواجد وتزحام كبير من المواطنين، إلا إذا كان مرتدي الكمامات. وهيبقى هناك عقوبات شديدة في حال عدم الالتزام بارتداء هذه الكمامات. دي يمكن النقاط الأساسية اللي أنا كنت حابب إن أنا النهاردة يعني أثرها مع حضراتكم. ولكن زي ما حضراتكم يعني بنقول، إحنا بنحاول ننتهز فرصة أجازة العيد القادمة الأسبوع القادم كنوع من كلينا إحنا كلنا كمواطنين، ويمكن كمان ل يعني حقيقة إخواتنا وزملائنا في القطاع الطبي اللي النهاردة بيقوموا بجهد كبير جدا في ان يبقى هناك مع يعني تخفيف حركة المواطنين، يبقى في نوع من يعني الهدوء شديد، بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله اعتبارا من الاسبوع اللي يلي الاجازة باذن الله تعود الاجراءات الى ما كنا عليه قبل رمضان. وكمان وهو الاهم، ان نبدأ بقى في الفتح او النظر في دراسة كيفية إعادة الأنشطة المختلفة للقطاعات الاقتصادية في الاقتصاد المصري تدريجيا، اعتبارا إن شاء الله من منتصف شهر يونيو بإذن الله. معالي الوزير التربية والتعليم، لو ممكن سريعا تقول لنا فندم الإجراءات الخاصة بامتحان الثانوية العامة. شكرا يا فندم. زي ما حضراتكم سمعتوا من دولة رئيس الوزراء، الامتحانات بقت 21 يونيو، وده معناه ان احنا أجلناها أسبوعين عن الميعاد المعلن سابقا، وده لكذا سبب، أهمهم هو سلامة الطلاب، لأن احنا بنحاول نحكم إجراءات التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات. فده السبب نمرة واحد. سبب نمرة التاني هو السبب التاني هو ان الحياة زي ما دولة الرئيس قال تعود لطبيعتها حوالي نص يونيو، وبالتالي الامتحانات سواء في المدارس او في الجامعة تنتظر الى حين عودة الحياة. فده السبب في التأجيل. الجداول النهائية هنعلنها لحضراتكم خلال 48 ساعة. لو احنا بس تأملنا في الثانوية العامة الاول، هي والدبلومات الفنية، الثانوية العامة لوحدها فيها 653 ألف طالب و 168 ألف مشرف وإداري، وحوالي 56 ألف من اللجان الفرعية. فدي منظومة كبيرة، بنحاول نهتم جدا المرة دي بمستلزمات التعقيم وتأمين اللجان وتأمين الطلاب. إن في بنشتري طبعا كواشف حرارية، كمامات، مطهرات، تعقيم وتطهير كامل للمدارس. خطة التأمين فيها كذا جزء، أهمهم إن احنا بنقلل أعداد الطلاب باللجان الفرعية لما لا يزيد عن 14 طالب عشان نضمن المسافات البينية اللي بينهم. فتحنا عدد كبير جدا من مقرات زيادة للتقدير للحفاظ على المسافات الآمنة، عدد اللجان تضاعف طبعا. بنعدل جدول الامتحانات، نرحل بدء الامتحان إلى الساعة 10 صباحا علشان الولاد تيجي بدري، الوقت اللي هنستهلكه في إعدادهم لدخول اللجنة. في تفاصيل كتير هنوافق حضراتكم بها لاحقا في تأمين الطلاب. يدخلوا اللجنة بطابور متباعد بين الطلاب 2 متر قبل ما يدخلوا المدرسة، توزع عليهم الكمامات ويجرى المسح الحراري والتعقيم وارتداء كل معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. طبعا في تعقيم عميق للجان قبل بدء الامتحانات كل يوم، وجميع مقرات لجان السير بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان. التحرك للأدوار هيبقى الساعة 8:30 بلوحات إرشادية، والملاحظ هيتأكد طالب قام بتعقيم اليدين ولبس الكمامة بطريقة صحيحة. في حالة عدم الملائمة الصحية، لو اكتشفنا الحرارة عالية، يتم طلب سيارة إسعاف والنقل إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك يثبت في محضر باللجنة. ده مهم طبعا. وتأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق حجر صحي في أي منطقة في مصر.
والسماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية برضو للطالب اللي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة حرارة بناء على التقرير الطبي. في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على المسؤول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه وفقا للتقرير الطبي. في حالة الخروج ينقل بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية برضو وفق تقرير المستشفى. الطالب اللي هيتأخر عن الساعة 9 لن يسمح له بدخول الامتحان وهيعتبر غائب، لأن لازم في وقت كافي للكشف على المحمول وللتأمين الصحي قبل ما يدخل المبنى. أي طالب لم يؤدي الامتحان لظرف قهري زي حجر صحي، إصابة لا سمح الله، يدخل الدور الثاني ويعتبر امتحان دور أول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثاني يحدد موعده لاحقا. في تعاون وثيق مع وزارة الداخلية في حاجات كتيرة جدا، ووزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية. حضراتكم ونأكد تاني، تغير موعد البداية من 7 يونيو ل 21 يونيو زي ما دولة الرئيس قال. وشيء مهم جدا نفتكره، أنه بعد إجراءات التعقيم اللي قامت بها الدولة وبعد الأحكام اللي حضراتكم سمعتوها وهنعلنها بأكثر يعني وضوحا في الأيام القادمة، يمكن للطالب أو أولياء الأمور اللي لا زالوا يخشوا من حضور هذا الامتحان أنهم ياخدوا قرار تأجيل للعام القادم على أن يعامل الطالب كأنها أول محاولة. يعني كده هيبقى في امتحان في 21 يونيو نستطيع حضوره، والدولة بتقدم كل إجراءات التعقيم. لمن لا يزال غير مرتاح للفكرة يستطيع أنه يأجلها سنة، يدخل السنة الجاية كأنها أول محاولة بدون أي مشاكل. بس ملاحظة أخيرة، مدارس ستيم تخضع لكل إجراءات الثانوية العامة وهتمتحن بنفس الإجراءات اللي حضراتكم سمعتوها، وبنأمن مدارس ستيم بنفس القدر إن كانش أكتر، لأنهم مدارس داخلي، والولاد اللي في تانية ثانوي وطالعين تانية تالتة التشعيب يظل كما هو للظروف الاستثنائية هذا العام لعلمي علوم وعلمي رياضة كما كان الوضع. الجداول إن شاء الله نعرضها على حضراتكم بعد 48 ساعة. شكرا معالي الوزير التعليم العالي. أشكرك دولة الرئيس، يعني تنفيذا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تم بناء على مناقشة اللجنة العليا لإدارة الأزمة اليوم، وتحديد يوم الأربعاء 1/7/1 يوليو إن شاء الله أن يكون هو البدء في أعمال الامتحانات الخاصة بطلاب الفرق النهائية بالجامعات. عودة إلى قرار وعطفا على قرار مجلس الأعلى للجامعات والمجالس المعنية الأخرى بجلسته رقم 699 بتاريخ 18/4 بشأن وضع الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 19/20، ومن خلال المادة 9 التي أشارت إلى تأجيل الامتحانات وعهدت لمجالس الجامعات والمعاهد وضع الجداول اللازمة والضوابط والإجراءات التي تفيد وتمنح الطلاب البدء في أعمال الامتحانات. عدد طلاب مرحلة الدراسات النهائية أو طلاب الدراسات النهائية حوالي 400,000 طالب. إن شاء الله يعني مع العودة إن احنا بنعهد للجامعات والمعاهد بدءا من يوم الأربعاء 1/7، وبنترك لكل جامعة وكل معهد من خلال مجالسه المختلفة أن يضع كل الجداول الزمنية الخاصة بالتدريب المؤهل لفترة الامتحان، على أن يكون هناك تشدد على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة من الناحية الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. وسوف يعلن من خلال الجامعات والمعاهد على البدء في إعلان الجداول اللازمة من خلال الأيام القليلة القادمة. أشكرك فن. شكرا فن. تفضل فن. شكرا دكتور الرئيس، كل عام وسيادتك بكل خير. زي ما سيادتك قررت في اللجنة برئاسة معاليكم، إن شاء الله بنقول للشعب المصري كل عام وهم بخير. إن شاء الله إحنا خدنا بالحل الوسط حفاظا على حياة الناس ومعاتا للظرف الراهن، وزي ما سيادتك قررت في اللجنة إن شاء الله هيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لنقل شعائر صلاة العيد من أحد المساجد بعدد محدود جدا تصح بهم إقامة الصلاة، سواء من العاملين بالمسجد أو العاملين بالأوقاف، ولن يفتح للجمهور من مسجد واحد فقط تقام منه صلاة عيد وتبث عبر الإذاعة والتلفزيون المصري، وسيسمح للمساجد فقط بنقل كما سمحنا بقرآن الفجر وقرآن المغرب بتشغيل مكبرات الصوت
عبر إذاعة القرآن الكريم لنقل التكبيرات فقط دون السماح بالتجمع، لا للتكبير داخل المسجد ولا لأداء صلاة العيد حفاظا على الناس إن شاء الله. وزي ما سيادتك أكدت إن شاء الله نعمل خطة بكل دور العباد إن شاء الله، وتتعرض في الوقت المناسب إن شاء الله، لكن هذا ما يتم إن شاء الله بشأن العيد. وشكرا لمعاليكم وللمجلس المقر. شكرا يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين، ولكل الشعب المصري يا رب، وبإذن الله يعني تكون يعني مناسبة عيد الفطر بإذن الله مناسبة يعني تحمل كل الخير والبهجة والسرور للشعب المصري. شكرا لحضراتكم. إذن مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، هذا المؤتمر لمناقشة بعض ربما الأمور المتعلقة